شكرا. والكلمة لزميل محمد صخر الماتري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد وزير الأول، سيد رئيس المجلس، إخوة أعضاء الحكومة، إخوة أعضاء مجلس النواب، نشكر السيد الرئيس على الإجراءات السريعة والثقيلة على الحكومة، كي سيد الوزير الأول بشر بالتخفيض في المواد الأساسية وتكلم على المنحة إن شاء الله للعاطلين على الشغل. نشوف في وجه سيد وزير المالية سي رضا شرغوم الثقل، فهم ثقل هذه الثقل هذه القرارات والامتيازات، على خاطر وزير المالية باللغة الفرنسية باش نقول il ne croit pas au Père Noël، يعرف تونس ويعرف القدرة نتاع البلاد، يعرفوا اللي الشيء اللي تقدم للمواطنين شيء ما من وراء العقل، ما يجيش مش نتاع عبد عاقل، حاجة معناها سيد الرئيس عمل عصا سحرية استعملها. نحب نبلغ سيد الوزير الأول بفرحنا على القرارات اللي اتخذت اللي مازالت كي اتخذت، ونحب نقول حاجه للسيد الوزير الاول، تنجم الدوله وينجم السيد الرئيس يزيد يعطي اكثر لتونس والاكثر المواطنين، اما في الوقت الحالي ما حاجتناش بالقرارات هذه الكل، القرارات هذه الكل باهيه، اما ثم شيء اخر لازم الدوله تفهمه، ولازم الاعضاء مجلس النواب، اعضاء مجلس المستشارين، اللجنه المركزيه، الاخوه اللي معانا يفهموه، اللي احنا خلال سنوات توا عديده حصرنا رواحنا، توقنا رواحنا، ولينا نعيشوا في 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 كوره اخرى ماهيش مع الواقع، مختلفه بالواقع وبالشيء اللي نشوفه فيه في العالم. قديش سيد الرئيس تكلم على من مره على الخطاب والحوار مع الشباب، والشباب ما هو فيها، ما ثماش حوار مع الشباب، مش بالحق، الشباب ماهوش لاقي حد يفهمه ويتكلم معاه باللغه اللي هو يتكلم فيها، ثم مبادرات، ثم معناها طلب من الحكومه باش يتحاور مع الشباب، اما ما ثماش ريزولتا، ما ثماش ما ثماش حوار قاعد متواصل. على موضوع اللي ما نشاركش معاه الاخ بوراوي على المسيره على الراس والعين، لازم نتحرك واحد، تما احنا طردنا، احنا حطينا ورا ظهرنا المؤسسات الاعلاميه الكل في العالم الكل، تشوف كي سيد وزير بشير تكيري تكلم في الجزيره، شوف الحقد نتاع الصحفيين اللي عدوا في الـ في الـ في الانترفيو، شوف الحقد اللي عندهم على تونس، واحنا عملنا الحقد هذا، الحقد هذا احنا كوناه وما عندناش قدره باش نواجهه. القنوات العالميه ما عندناش قدره باش نواجهه، الصحافه في الخارج، لا لازم نتعاون ولازم نفتح مجال الحوار، ولازم الصحافة الأجنبية تكون موجودة في تونس، لازم الصحافة الأجنبية يحلوا لها البيبان، ما عادش لو موند، جريدة لو موند ما تدخلش، الجريدة الأخرى ما تتعداش، هذايا ما تجيش، لا تي سي او تعمل بريسيون على الجرايد الحالية، أنت ما تخرجش هذايا أرتيكل ما يعجبش، ما تخش ببليسيتي، أنت ما تعملش، ما عادش، احنا توصلنا في وقت اللي الشيء هذايا ما يعملش، تنجم تاخذوا أي قرارات، كان جاوا القرارات
نتاع مشكل التشغيل، راهو كي خرج السيد الرئيس وبشر بالقرارات الاولانيه للمواطن للسماح بالتكثيف والشغل، معناها الاداره والاتحاد رجال الاعمال، هذاك ماهوش باش يخرجنا من الازمه الحاليه. ايتاب الحمد لله عملناها اليوم خطوه كبيره ياسر، اللي هي وتفضل بها سيد الرئيس، هي الخفض في المواد الغذائيه والمواد الاساسيه، ونشكركم تخفيض الله فيك. اما التو العباد الكل يستناو اللي الخطاب السياسي نتاعنا لازم يتطور، والعباد الكل يستناو الاعلام نتاعنا لازم يتطور، والحمد لله سيد الرئيس خذا اجراءات اخيره فهمت في ميدان الاعلام. اما اذا مازال لازم نتصالحوا مع الاعلام في الخارج، على خاطر القنوات الكل ما ثماش جريده في الخارج، ما ثماش قناه في الخارج تساند في تونس. وين الخدمه نتاع لا تي سي او؟ وين لا تي سي او هذه اللي تخدم؟ قداش تصب فيها فلوس لا تي سي او هذه؟ كان حاطيناه في 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 قناه اعلاميه، راهو راهو الريزولتا لقيناه وجدناه، ما ثماش فلوس مشات كالميزاب وما ثم حتى ريزولتا. السمعه نتاع تونس في الخارج والداخل لطف، معناها واحد ما يحشم حتى باش يتكلم، يبدا يخبي في راسه. على موضوع التشغيل، احنا هوني الموجودين في المجلس، كل واحد بالقريب ولا بعيد عنده واحد من العائله بطال، وهذايا حقيقه ماهيش الحاجه الوحيده هذه اللي خلات نعرف ونصبر ونحب مع سيادته سيد الرئيس قائم بمجهود كبير. اما ثم امور اخرى لازمها تتبلغ، لازم معناها ننظم امورنا في الحوار، ونعطيه زاده الفرصه للمعارضه الاقليه باش نجم تعبر على افكار نتاعها، حتى هما يكونوا معناها اقليه، واذا اقليه القليل زاده يحب غدوه يجي ويتكلم، نعطيه صوت ويتسمع وكل شيء كما مازال كي تفضل سيد الوزير الاول. اما هذا لازم يتطبق، ما نجمش من بعد كي نتجاوزوا على الصعوبات هذوما رجعت حليمه لعادتها القديمه. لازم معناها لازم هذه تكون معناها الحاله اللي صارت، لازم تكون لنا معناها درس، ولازمنا نفيقوا على خاطرنا، نغيروا على تونس، نغيروا على سيد الرئيس. يعجبكم انتم معناها سيد الرئيس اللي الشعبيه نتاعو في تونس ما تلقاها في حتى دوله، ولو يتكلموا عليه ونسمعوا شعارات على سيد الرئيس. علاش وصلنا روحنا للشيء ذا؟ علاش وصلنا روحنا للشيء ذا؟ علاش؟ وش يقلق جريده تتكلم وتكتب؟ اما خير طرد جزيره انت هاوكا جزيره يعطيوها بالانترنت وبالتليفونات حاجات غلطه. حتى كي سيد الرئيس تكلم على العباد اللي لابسين لي كاقول متلثمين، يحطوا في تصاور نتاع شباب قاعد له ويتحرك وكل شيء. علاش؟ على خاطر ما اعطيناهمش الفرصه باش يجيو، ولاو اعدائنا، الناس هذوما ولاو اعدائنا، لازمنا نربحوهم. بارك الله فيك سيد رئيس المجلس، صلى ما طولتش عليكم، بارك الله فيكم.